والله فاهمك وحاسب. دشتي وين؟ ما فوقي في ابواب الشباب. نوم. يلا تعال تعال. تعال متأكد. ميشيل جاي لك مرة ثانية. تعالوا ميشيل ثانية. تعال تعال. لوين؟ تعال هنا. شو؟ بيحكي حكي بلا فاهمة. عصبوا زيادة للروح. امبارح بتقول لي صوتيني انت ما انا بدي اصوت عادي. جاي لك ديالة بدي اياك. ايه مين مين عادي. وين ابراهيم؟ تعال. وين ابراهيم؟ بطل شو بدهم فيي هون؟ مرنجي كرمال شو؟ شو؟ ايه؟ شو رأيك؟ شغلي أنا في شغلي بحالي يا زلمة. ليه تأسري؟ مرهون شو رأيك؟ لا مو زعلان والله حبيبي حبيبي فكري شيء انت خالص خلص انت هلا انت عم تحكي لي انك مو مصدقه عشان انت متقدمه ايه فايه انت ايه فانت هلا متقدمه صح؟ اسمع بحس هذا حافز لك زي ما عملوا فيني حافز اسمع والله بحس هيك اي ابراهيم ابراهيم شوف شوف ابراهيم والله العظيم جد بإذن الله بإذن الله لو أنتوا لو لو يحيى شو مشكلة لا إذا رجعتوا إن شاء عادي الله عادي أنا شايفني عادي بس شوف شوف يا مسخرة عادي عادي آه لو مو مسخرة كان ما طلعت نمونة لا أنت مو مسخرة يحيى أنت مسخرة نمونة إبراهيم مسخرة وأنا مسخرة أنت كبار خلص إحنا وصلنا مرحلة كلنا 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 كبار غنى ليه؟ ما فيك تاخد بس إقالة بس بهيك هو كغنى برايم انت بالإقالة عملت كتير منيح بالبرايم ما عملت كتير منيح تتذكروا مرة قالت مدام ميري انه ما بقى بتعبوا صوتكم اذا بتعبوا صوتكم بتطلعوا منيح وانا امي عم تدلس قلي ليش ما عم تغني في كتير اسباب امبارح انا قال لي بي ليه ما عم تغني انت عم بتقولي انه عملت منيح بالايفال ما عم ياخذوا بس ما امس مدام ميري ليه عم تنام وقلت لها النام احسن ما نقعد ما عندنا شغل اذا ما عندكم شغل امسك الجيتار وغني ما هي قالت غني بس انا ليش طلعت نمونيه ما ادري مع اني انا متاكد اني غنيت الاغنيه جبار 100% وعمري ولا برايم نشست وكل برايم اخذ الاغنيه اسويها بطريقه ثانيه وكلهم يضحكون ويستانسون واسوي فيها شيء ما حد يقدر يسويه بصراحه بس عادي نمونيه عادي انا مسخره عدينا احنا عند ايه واحد وانا او احسن ايفال طبعا على الاستاذ ورائي طبعا رايي هم مش اكيد انا مش هذا احسن ايفال دخلت من اول ما جيت لهون ومرأة خلية بس خايفة بتخشير مني وغاني ثلاثة مني اذا شخص ما رأيتم بقية ما شايفين شي تاني تدري عشان ما جزلت شو اللي حاز بتعرف شو اللي حاز ببالي انا الحزن اللي بتقطع قلبي انه انا سالت مدام ميري كيف اغني جوا وغنيت نفس ما قالت جوا انا ما صرخت جوا انا صوتي اصلا ما طلع جوا يمكن يمكن ما حطتك نمنين مش على مدام ميري انا حكيت لهم انه راح اغني هيك لانه انا القرار عندي ما بطلع انا ما بطلع عند القرار مش عارف الصراحه يعني انا نفسي هسه يعني ندون الاساتذه عشان اجادلهم عم بتجادلهم يعني مش نافع معهم لا هيك ولا هيك ليش تقبلوني من اول انا ما بصراحه ما راح بلا لا غلط انك ترد عليه يعني لا بدي اعرف انا نفسي شو انا بدي اعرف نفسي شو حتى لو كلامك انت صح بتطلع غلط تطلع غلط كيف اخليك على فكرة هيقولوا لك البرايم هاي مش هقول لك البرايم البرايم هتشوف ما أعرف يقولوا لي هتشوف ما شافين شيء أنا مش جميع الأحوال رجعنا نحن مش بدي أسوي لك سمع في أربعة صوت فوش الحساب طولك أنا ما تهنيت بالملابس اللي أبوني إحنا عندك خمسة صوت فوش
خليل شو مالك انت؟ يا ابو الملابس ما لبستهم للحين نطر عليه شوي. ايش تبي انت؟ ايش فيك؟ خلص شنو؟ تبيني ابكي واعصب يعني؟ لا لا ولا تبكي ولا تبكي. بروح المغراض ينسحب؟ لا بس انه في يعني لسه جمعه ما اجوا ما عرفتوا زين. انا مو زعلان ولا معصب عادي يعني. احنا زعلانين عليكم يا اخي. انا لما قال لي عبد العزيز انت منين شو قلت؟ خبصت حكي بس ما ادري شو قلت. لا قلت ما خبصت ولا شيء. ما قلت شيء انت بس فلاتنا. قلت كل شيء جايز او هيك شيء. ايه قلت كل شيء جايز. ما خبصت. بالعكس كثير كنت. بالعكس. بس يا اخي تبعين فايف كانوا يعني في طرق يخبرون فيها تخليك تضحك. تخليك كذا. هذول من الطريق تحس انه في نكهة. بروح ابوي بروح ابوي ما بحلف فيه الا انا ابوي بحلف فيه كل سنة بعد الله يعني. انه قلبي. آتوا هيك شايف مش هون تحت شايف شايف دقات قلبي هيك هيك بطلع تطلع بلوستي وحياة الله لأن أنا حاس حالي حاس حالي شو بدي يحكوا حاس حالي إنه منين ليش أنا أطلع أنا يوم طلعت أنا وميشو طلعنا مبسوطين أنا ميشو صوتي صرخت عادي أنا ما بشوف إنك صرخت يعني عادي عادي غنيت وبالعكس لارا حكت لي أنت مش بشع ما غنيت بشع بس انه في اماكن باغنية بحصات بس هالمرة لما قال سالفة انه كل واحد اخذ وصلنا مدري ايش هذا اثنين اعتقد انه صادقين فيها اعتقد انه اللجنة حكمت على الجميع الجميع كانوا بيحكموا على الجميع حكت لي مدري اثنين واعتقد انه كلنا كنا داخلين في الحيط مو سواء لا في برايم او كذا يمكن في الكلاس انا كمان انا عرفت حالي انه راح في الكلاس شو بالاصوات 2-2-2-2-4 مدري شو يعني جايبين اللي قالون ال يعني ما اعتقد انه هذه مزحه مثلا انا اكيد حتى مسي ميشيل جابرنا مني شو انا اكيد مسي ميشيل جابرنا اي في النهايه اللي كثرت الاصوات عليهم حدا ثاني الموضوع تبع الاصوات هذا اثنين اعتقد انه فعلا صح يعني ما في ما قالوا والله هذا برا الموضوع باش اجال الصوت كل واحد اجال الصوت صوتين انا وباش لارا لارا بس ما باش صوتين وبدايه قال كل الاشخاص اللي بيسافروا قال كلهم مهددين بالخطر معناته في نفس الوقت ينبه انا مهدد انا ما قال لي اسمي ما قال لي مش ضمن الناس اللي قال في اشخاص مهددين بسافروا لا ابراهيم في ناس انا وابراهيم هو ما حطك بنسيك لا حكى ميشيل حكى ميشيل ما كان لا ما قال ما حدا سمى ميشيل قال اللي مسافرين ميشيل ويحيى وابراهيم ولارا وبسمه صح قال مهددين بالخطر اللي مرايحين لاوروبا وقال اسمعكم انا طقطقني قلت حاطين اثنين مع الاردن حننضرب كفوف لبكره والله تقوم لي قيامي والله ما بعرف هناك من جنة. انا حبيت صوت صح؟ حبيت عشان انا وياك برجع باشا لارا يا اخي اعتقد بعرف ماك اسبانيا يلا حالي خوي ابتسم تبتسم لك الحياة كلكم اللي ما سموها آية شكلها انه لا هي رايح على الباريس مدري وين ولا يا آية قالت لي انا مش مطمن قاعده وخايف لانه كانت تغني تقول انقطع نفسها يا عمي هاي بعد مش غلطاني ولا مره على غلطه مره بدهم يحاسبوها ايه برافو صحيح على غلطه يعني هم بيحسبوا من الاول سامحوا مين ما كذا بيقولوا خلص كافي انا ايه كان في برايم غنت بكل هي غنت كثير حلو بكل برايم غنى حلو منيحه قويه يعني مش هي هاي بتعمل وترقص آية بتعرف شو حلو فيها تمسك السي دي وديع بيمشي من هون احنا كنا بنطلع برا هي بتفوت بتعطيك مرة وانا بعمل نفس الشيء وما بطلع تاني يوم قدام البنات كل عمر مسكت ورقة ولا بغني تاني يوم انت منيحة يا ديالا قوية وكلنا عارفين مش تالت يوم ديالا عمري ما مسكت ورقة على اي اغنية ديالا كلنا عارفين دايما بمسك الورقة خلص هاي خلص دايما ولا مرة ديالا انا حتى اذا كنت حافظ بمسك الورقة كيفن خلص كيفن نوني لارا ما دخل ورقة ما دخل برايم والأول فاهم عادي خلص إيفال سوري سيرا الحمد لله
هو مش بيفكر بالنمونة، بيفكر دلوقتي حيصبغ شعبه. ليش حبيبي؟ بس عادي النمونة عادي. اسبوع الجاي باش المفروض اقعد جنبك بعدين عبد العزيز. عادي عادي ام بيكسي وانا نروح على حبيبي. انت احمر في مخك. يا رب لا تخلي نفس بيكسي يطلع معاها. يا رب لا تخلي نفس بيكسي يطلع معاها. يلا الحمد لله بس ان شاء الله. انا متوقع بس انه عزوز انت شوف انت غير لما انت متوقع انك غنيت طبقه غلط المفروض ما تغني فيها. بس انا يعني شنو الغلط اللي سويته السعوديه؟ ان ما تقول الغلط عن هذا، اعتبر الغلط بشيء سابق. شنو شيء سابق؟ نازله صوتي انا نازله. وشو اللي صوتك مين اللي عاد كانوا معابوا عليك سالفه انك طلعت عالي؟ نصور ابراهيم هو طلعت عالي يا ونا وياك خطرنا على بالك. ايه وانت طلعت لعبة. ايه شفت الجمهور انت ايش سوي لما طلعت لعبة؟ ما ادري. زين اذا انا طلعت طلع هذا صاحب الاغنية انا سيد ايش وراي من العيب مني ولا منه؟ مصر مصر هاي حب هاي لما كانت ما طلعت منين؟ نحس مين؟ مس في ناصر كنت بتقولي نحس في ناصر هلا طلع نحس مين؟ يلا عملتي مع آية؟ أول مرة طلع منك أم أول مرة طلع لا 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 لي كان في حد كان في كذا حد معي لا لا أنا نسيت أنت عملت معي ثلاثة منين؟ عم نمزح لا طلع آية بشرفك ليش ما بتتحمل المزح يا الله ولكن نمزح أنا عم بمزح أنا بمزح معك خلاص ولكن نمزح عم نمزح خلاص اخي تعال نقعد انا بنمزح فيها نفس المسحه قبل ما ندخل اجا مع بعض العب هلا رح تطلع انه من طلعت معنا من شوف اللي جاي يحترس واحد يدخل شوف وين محيورك خلاص تعال اسمع تعال انا كمان انا ينتحب خلاص بيقع فيك وخشب هذا لا ما يطيح اسمعيني